هلا والله يا اخواني، يوم يعني رمضان مبسوطة بالصراحة ضاي اليوم، والعيد خلاص بيجي. يعني رمضان مر بسرعة، رمضان مر بسرعة. يعني يا جماعة ملحقناش نتهنى، نتهنى في قطيفة قطايف. يا جماعة خلص التمر على السريع، خلص رمضان على السريع، نفسي أتهنى يا أخوان. يلا إن شاء الله المرة الجاي نتهنى في رمضان الجاي، وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. يعني يا جماعة الكبار الكبار اللي أكبر مني عيدوني في اللايكات، عيدوني في اللايكات في الاشتراكات، بدنا نوصل 100 ألف، 100 ألف إن شاء الله نتعدى. صاحبي أيهم عارفي قلنا اسمها أيهم النافذ، هذا معي صاحبي في المدرسة، مدرسة أنا وياه يوتيوبرز، قلنا اللي بوصل أول 100 ألف راح يتكرم من المدرسة، بس راح نحكي وراح يتكرم من المدرسة. طبعا أنا وياه في نفس المركز، مركز لاعبين كاراتيه احنا. يعني إن شاء الله يوم راح يصير حزام أزرق. أنا نزلت فيديو يا إخوان عن الحزام الأخضر، الحزام الأخضر عن كات الحزام الأخضر، فبدي يعني تعيدونا في الاشتراكات في اللايكات، بدنا نوصل 100 ألف، مش مشترك على السريع، على المليون، على 10 مليون، على 50 مليون، على 100 مليون، نتعدى صاحبي أيهم. يعني الحمد لله أدعك دعمكم، يعني 4 مشتركين، حلو حلو الحمد لله على كل شيء. يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أتوفق، أطلع فوق 100 ألف إن شاء الله بخلال 2 أسبوع إن شاء الله. أحب أمسي بالخير عليكم وأطمن عنكم وأشوف كيف عيدكم، يعني اللي من برا الأردن، السعودية السعودية واللي أهلنا في العراق، يعني ما تزعل منها في كأس آسيا، يعني كلنا عرب، يعني كلنا عرب طلاب، ما بتفرق بيننا. يعني أحب التوفيق للي بيلعبوا، يعني لمنتخبهم بيلعب في تصفيات كأس العالم. عالم أحب التوفيق لإلهم، لأنهم مهما كان إن شاء الله من عرب إن شاء الله، ونتأهل إحنا وياكم إن شاء الله لكأس العالم، وإن شاء الله كأس العالم ما يطلع من العرب إن شاء الله، كأس العالم هذا ما يطلع من العرب. يعني الحمد لله على كل خير يا جماعة، رمضان مر بسرعة، والعيد خلاص ضايل اليوم وبيجي. للي برا يعني، ولا تنسوا دعواتنا لأهلنا لفلسطين، فلسطين، ونقول الله يرحم الشهداء، شهداء فلسطين وغزة إن شاء الله. يعني يا جماعة أنا حبيت أحكي معاكم هيك، أطلع معاكم
معكم ان شاء الله بعد الاسطورة، بقدعي لكم فيديو جديد، نطلع الدكان انا وياكم ونرجع وناكل اشياء زاكية انا وياكم لبعد الفطور ان شاء الله. طبعا يعني انا صايم، يعني ما تفكروني يا الكبار مفطر، لا انا صايم، اعوذ بالله. شو مفطر يعني يوم جميل والجو حلو، يوم راح ناخذ الأحزمة، والكابتن تبع المركز الكاراتيه اسمه مركز عرين الأسد الكاراتيه، خلاص راح نصير حزام أزرق، أزرق، وعيدنا الكابتن في الحزامات. يعني أنا العيدية تبعت الكابتن راح يعيدنا الحزامات، اعتبروهم يا جماعة مصاري إخوان، يعني اللي برا الأردن، اللي برا آسيا من عرب، يعني أتمنى لمنتخبكم التوفيق في شو اسمه تصفيات كأس العالم، وأتمنى لك التوفيق يا أيهم، إن شاء الله توصل قبلي، إن شاء الله تتوفق وتقرب على 100,000، يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشوف يا رب أوصل قبل أيهم على 100,000. وصلونا يا جماعة، في أسبوعين أفتح القناة ألاقي حالي، ألاقي القناة 100,000. طبعا يا جماعة انتوا بتعرفوني صح، كان عندي زمان قناة جديدة قديمة اسمها راشد الفاعوري، يعني الشعار كان دائرة لونها أخضر وأر، يعني بنزل عليها كنت شورتس وهيك، كان عندها يعني 103 مشترك، 103 مشترك. يا جماعة يعني انحذفت، قال لي ميل، يعني الصفحة مش مناسبة لهذا العمر، يعني 8 سنين، 2016، فحذفوا شبكة اليوتيوب. قعدنا نظبط ما قدرنا، ف انحذفت، يعني كان عليها فيديوهات أغاني وهيك ترندات، لكن هسه أنا السنة 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 يعني ما راح أنزل يعني هذا غاني، واستغفر الله، يعني في رمضان أنزل بس إلا أغاني رمضان. طبعا زينت أنا غرفتي، صورتها بس نزلتها على قناتي أغنية أهلا أهلا رمضان، هاي القناة بس مش راضية تنزل. إن شاء الله يعني أقدر أنزل فيديوهات الشورتس، أنا بدي أنزلهم في فيديو في التاش، يعني إن شاء الله. يعني أحكي معكم هسه أسبوع، أحكي معكم.
راح احكي معكم يا جماعة. اوكي يا جماعة، يعني عشان نحسب بعد الفطور ان شاء الله اطلع انا وياكم على الدكانة. كان أرجع نصور. طبعا الإخوان، اسمع الإخوان، طبعا أنا يعني يوتيوبر، هذا من زمان إني أكون يوتيوبر، أتمنى توصلوا هذا الفيديو لايكات واشتراكات كثيرة عشان يعني يصير معي هي هذا مصاري نشتري طاولة وبي سي وننزل ألعاب وآيفون وكرسي جيمرز وأعمل خلفية واعمل خلفية وانزل معكم العاب، نلعب ماينكرافت، فري فاير، رمضان، فري فاير رمضان، فشو يعني عيدوني في اللايكات يا جماعة. يا اخواننا الكبار، عيدونا في اللايكات، بدنا نعمل سيت اب واصير العب معكم، نعمل نشتري الغاب للتحديات ونعمل تحديات، نعمل حماس، نشتري كاميرات عشان يكون التصوير أوضح، عشان نخفي ضوء الشمس لما نلعب طابة برا. يعني إخوان، أنا حلمي يعني أوصل درع ال10 مليون زي أي حدا يعني يا أخوان، زي سيد ابن كامل وصلتوهم 10 مليون هذول. لا أنا يعني يا جماعة يا أخوان، يعني أيهم يعني يا أخوان أيهم أيهم شو اسمه هذا، يعني حبيت هذا أنا أمسي عليكم بالخير وأطمن عليكم بالسلام.